النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم من خلال هذه النشرة الجوية الرئيسية لهذا اليوم الأربعاء حالة الطقس المتوقعة في المملكة ليوم غد الخميس وخلال الأيام القليلة القادمة. توقعات يوم غد الخميس تفيد بأجواء مائلة للبرودة مع فرصة لهطول بعض الزخات المطرية المحلية مع ساعات العصر في أجزاء محدودة من المملكة، لا سيما المنطقة الشمالية. السماء الأبرز لنهار الغد هو طقس مائل للبرودة مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة. كل ذلك يأتي تمهيدا لنشوء وولادة منخفض جوي جديد بمشيئة الله تعالى، مع ساعات مساء الخميس يتمركز إلى الغرب من الأراضي السورية، كما نشاهد من خلال هذه الخريطة الجوية والتي تستعرض الأنظمة الجوية المتوقع أن تسود خلال الفترة القادمة. هنالك مرتفع جوي في جنوب القارة الأوروبية وشمال إفريقيا يؤدي إلى الدفع بكتلة هوائية باردة ورطبة من الجزر اليونانية صوب المنطقة الشرقية للمتوسط، وبالتالي ولادة منخفض جوي جديد بمشيئة الله مع ساعات مساء يوم الخميس في مناطق غرب سوريا، يمتد في تأثيراته على المملكة وسائر بلاد الشام خلال يومي الجمعة والسبت بمشيئة الله، جالبا المزيد من البرودة. كذلك حال هطول الأمطار على فترات، لا سيما في شمال ووسط المملكة بمشيئة الله. ننتقل معكم الآن لمشاهدة هذه الصورة التي تستعرض تصنيف المنخفض الجوي التالي أو القادم، وهو منخفض جوي كما تحدثنا يؤثر في الفترة الممتدة ما بين يومي الجمعة والسبت. يتبع هذا المنخفض الجوي الدرجة الثانية على مؤشر طقس العرب الممتد من الدرجة الأولى الأضعف نحو الدرجة الخامسة الأشد والاستثنائية. إذن يتبع هذا المنخفض الجوي الدرجة الثانية، كما نشاهد أيضا يمتد في تأثيراته على المملكة على مدار 36 ساعة. هذه الفترة تعمل على انخفاض الحرارة بشكل إضافي وواضح من خلال هذه الفترة. نلاحظ معكم كذلك الحال هطول الأمطار بمشيئة الله تعالى، لا سيما في المنطقتين الشمالية والوسطى، مع فرصة لامتداد بعض الأمطار صوب مرتفعات الكرك والطفيلة، كذلك الحال بعض المناطق الشرقية. لكن جل الفعالية الجوية المرافقة لهذا المنخفض هي في مناطق شمال ووسط المملكة بمشيئة الله تعالى، استكمالا لهذا الموسم المطري المميز، حيث قد تستقبل بعض المناطق الزراعية في هذه المناطق من شمال ووسط المملكة ما يزيد عن حاجز 30 مليمترا خلال فترة عمر المنخفض الجوي القادم بمشيئة الله. نستعرض معكم الآن خرائط توقعات الهطول أو محاكاة الهطول الخاصة بنا هنا في طقس العرب خلال الفترة الممتدة ليومي الجمعة والسبت. نلاحظ معكم مع ساعات الصباح المتأخر وقبل ظهير وظهيرة يوم الجمعة ازدياد فرص هطول الأمطار بمشيئة الله في مناطق الشمال ووسط المملكة. تكون هذه الأمطار مع ساعات العصر غزيرة ورعدية لفترات وجيزة بمشيئة الله في المحافظات الشمالية والوسطى من المملكة، قد تشمل بذلك العاصمة عمان أيضا. هنالك فرصة لامتداد بعض الهطولات المطرية صوب مرتفعات الكرك والطفيلة، كذلك الحال بعض المناطق الشرقية خلال فترة عمر هذا المنخفض الجوي والممتدة حتى ساعات مساء يوم السبت، كما هو مبين من خلال استعراض هذه الخرائط. إذن التركيز الأكبر للفعالية الجوية هو سيكون مع ساعات عصر يوم الجمعة، لكن الفعالية الجوية ممتدة حتى ساعات مساء يوم السبت بمشيئة الله. نستعرض معكم الآن خرائط درجات الحرارة المتوقعة خلال فترة تأثير هذا المنخفض الجوي. درجات الحرارة في طبقات الجو المنخفضة أو درجة الحرارة على ارتفاع 2 متر خلال فترة هذا عمر هذا المنخفض الجوي. نلاحظ معكم انخفاضات كبيرة متوقعة الحارة مقارنة بالأيام الماضية، بحيث تقل عن معدلاتها بحدود 6 إلى 7 درجات مئوية بمشيئة الله تعالى، وسيادة لأجواء باردة في عموم المناطق بالأخص المرتفعات الجوية.
الجبلية في المملكة، وهذا ما هو ملاحظ على خرائط درجات حارة خلال يومي الجمعة والسبت بمشيئة الله تعالى. يوم الأحد تعود الأجواء للاستقرار، تعاود درجات حارة ارتفاعها الملموس، وينتهي تأثير هذا المنخفض الجوي بمشيئة الله. إذن كان كل ذلك لدينا من هنا من طقس العرب من المنزل. إلى اللقاء.